عاملة شغل هتكسر بيه الدنيا وصوتها مبسوط وناوية ترجع بكل قوتها. مفاجأة غير متوقعة بتكشفها الإعلامية أسماء إبراهيم عن شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة سواء مع أخوها محمد عبد الوهاب أو الشركة المنتجة. يا ترى إيه الحكاية؟ الإعلامية أسماء إبراهيم بتفاجئ الكل في الساعات اللي فاتت بعد ما كشفت مفاجأة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب. وقالت أسماء في منشور ليها على حسابها الرسمي بموقع التواصل إكس: صحيت النهاردة على أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب، واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرها لجمهورها. مش بس كده، لكن كشفت كمان أسماء عن تفاصيل المكالمة وقالت: أنا كنت سعيدة بالمكالمة دي لأن اطمنت على شيرين وإن صوتها فعلا مبسوط وعاملة شغلة هتكسر الدنيا الفترة الجاية. شيرين بتتابع كل الدعم من الناس ليها وإن جمهورها هو أهلها والسند ليها. شيرين رجع بقوة. كلام أسماء إبراهيم واللي كشفته عن شيرين عبد الوهاب كان بعد أزمتها مع أخوها والشركة المنتجة واللي تصدرت بسببها الترند على مدار الأيام اللي فاتت واللي ظهرت من وقت ما انتشر التسريبات لحسام حبيب على السوشيال ميديا اتكلم فيها عن تعرض شيرين للنصب من أسرتها واخوها واللي بحسب التسريبات انه استولى على صفحاتها وحساباتها. بعدها ظهر أخو شيرين وكذب التسريبات دي وان الكلام ده ما حصلش بأي شكل وانه أكتر حد كان بيدافع وبيحاول يحمي شيرين. وهنا كانت الصدمة لما ظهرت شيرين وقررت تكشف المستور عن أزمتها مع أخوها وحقيقة تعرضها للنصب من أخوها. وقالت شيرين في تسجيلات صوتية لها: فوجئت باللي حصل من محمد عبد الوهاب وكل اللي قاله حسام حبيب مظبوط، أخويا بعني وكل اللي قاله حسام صح. شيرين كمان فاجئت الكل وكشفت عن اللي حصل معاها في الفترة اللي فاتت وقالت: التصريح اللي نزل من محامي محمد اللي مستولي على السوشيال ميديا ومضاله على عقد بيخليه يستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي وفي أغاني جميلة جدا عاملينها وشوية حاجات بتخلص علشان المشاكل مع الشركة المنتجة، لكن في حد كمان قاصد يقعدني في البيت وبنخلص الحاجات دي. شيرين وجهت كمان رسالة لجمهورها وقالت: عايزاكم ما تصدقوش أي حاجة من محمد عبد الوهاب وإن شاء الله الأغاني لما تنزل تعجبكم. وبالرغم من إن المحكمة حكمت والقضاء المصري قال إن عقد انتهى مع روتانا، لكن هم لسه رافعين قضايا عليا وموقفين الدنيا كلها، وأنا عندي ثقة في القضاء المصري واضطريت أرد لأني لقيت السوشيال ميديا مقلوبة. مش عايزة أضايقكم لأن عارفة إن كل واحد فيكم عنده مشاكل وهموم وكل شوية شيرين وشيرين، والفترة اللي فاتت ما كانش ليا تصريحات، أنتوا أهلي وسندي وبترد غيبتي وبتقفوا ليا، وكمان بعد إذنكم في بيان رسمي في مكتب المحامي قنطوش، وياريت ما تصدقوش غير البيانات اللي بتبقى بتصريح مني شخصيا، غير كده أكاذيب. لكن يا ترى هل هتنتهي فعلا أزمات شيرين وترجع من تاني لجمهورها ولا لأ؟ خلينا نشوف.